أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. باسم لبنان والعسكريين المختطفين ودماء الشهداء الأبرار وباسم أبطال الجيش أطلقوا عملية فجر الجرود. هكذا جاء إعلان قائد الجيش العماد جوزيف عون ساعة صفر لبدء معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من تنظيم داعش الإرهابي. المعركة مستمرة والجيش يتقدم ويسيطر على المزيد من المواقع، ومعلومات عن فرار العشرات من عناصر تنظيم داعش وسقوط المزيد من القتلى في صفوفه. حزب الله وبعد تحرير جرود عرسال من النصرة دخل في معركة جديدة إلى جانب النظام السوري في جرود القلمون. إلى ذلك توتر أمني في عين الحلوي وأسئلة عن توقيت الاشتباكات، وخارج لبنان عمليات دهس وطعن في إسبانيا وروسيا وفنلندا وتبناها تنظيم داعش. إلى الجوانب الأمنية نتابع في حلقة اليوم من كلام بيروت القضايا الداخلية في السياسة والتشريع والعمل الحكومي مع ضيفنا في الاستديو وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار. معالي الوزير أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. نهارك سعيد. ومثل العادة اشتقنا لك. نحن بالأكثر. يعني اليوم هو الوضع الأمني هو المسيطر، ورح نتابع معك من وجهة نظرك ومن قراءتك لما يجري اليوم في الداخل اللبناني، إلى جانب كما ذكرنا مواضيع الداخلية. رح نبدأ نحن وياك بصورة على صحيفة المستقبل، آليات للجيش اللبناني في الجرود، جرود رأس بعلبك والقاع. وبالعنوان لصحيفة المستقبل فجر الجرود يلي هو عنوان هذه العملية، الدولة قوية وقادرة. تفضل. قبل كل شيء اسمح لي وجه تحية إكبار. نعم. واسمح لي انحني بخشوع وإعجاب أمام الجيش اللبناني يلي هو رمز لكل اللبنانيين، واللي مثل ما عم تلاحظ في إجماع وطني حوله. نعم. إن كان من عرسال أو من القاع أو من كل الطوائف والأطياف اللبنانية. وهذا شيء ملفت، لأن المعركة اللي سبقت معركة فجر الجرود، يعني المعركة اللي صارت بجرود عرسال ما كانت موضع إجماع، كان فيها انتقادات انه ليش بلش حزب الله، هو ليش خلوا حزب الله يعمل عملية بالنتيجة تبين انه الى حد ما سهلة، انتهت بتبادل ربما كانت محضر لها سياسيا، ربما كان في تنسيق ربما بين دولة قطر وبعض الفئات في هذه البقعة القريبة بنا نحن. اما اليوم اجماع، إعجاب، إكبار، تهليل، دعم، مساندة. شوف هالنسوة كيف عم بتحضر السندويشات والأكل وعم بيرقصوا لحتى يدعموا هالجنود الشباب اللي من كل طوائف لبنان. نعم. هذه عزة لبنان. نعم. هذا شرفنا، هذه تضحيات، ولكن هذا مستقبلنا. نعم، دولة قوية وقادرة، هذا ما يحلو لنا أن نرى في لبنان. نعم. إلى جانب ما ذكرت، وذكرت الكثير في تحية أيضا لعدد من الجرحى الذين سقطوا. طبيعي. مع بدء هذه المعركة. طبيعي. لما بحكي عن الجيش بحكي عن المجموعة الكاملة بدون ما أني أقلل من قيمة التضحيات الأخرى يلي صارت. صح. على كل حال هذا بالموقف اللي بيشرفنا أنه ناخده تجاه الجيش اللبناني. نعم. ما تقولنا هذا في اشياء لازم نلاحظها، يعني تفضل. اولا هيدي معركه كبيره، هي اول معركه كبيره يقوم بها الجيش اللبناني من سنه 1948، يعني لما راح الجيش اللبناني لحتى يقاتل مع الجيوش العربيه بفلسطين. وهالمعركه الكبيره هيدي الى يعني توصيفات لا يمكن أن تغيب عن البال. أولا تتذكر معركة نهر البارد كانت على كيلومتر واحد. اليوم عم نحكي عن مساحات، عم بيقولوا 120 كيلومتر، البعض عم بيقولوا 140 كيلومتر، كانوا عم بيقولوا 170 كيلومتر مربع. نعم. يعني مساحة
بتخوف، خصوصا متى لاحظنا انه في 600 مقاتل تقريبا في مغارات، في أسلحة، في ألغام. عقيدي الاستشهاد والانغماس، هذه المفردة الجديدة، الانغماس يعني التضحية بالنفس، وكل هالروح القتالية اللي موجودة عند داعش، خصوصا انه من تاني ميل يعني من الجانب السوري كمان يعني مأخوذ تنظيم داعش، وكأنه في يعني كمش، فإذا رح يعني يعمل المستحيل، رح كثير يجرب انه يكون مؤذي. وبالتالي برجع بقول لك هيدي معركة كبيرة الجيش اللبناني عم بيخوضها، أكبر بكثير من معركة مخيم نهر البارد. وبالتالي لازم نحن دايما نتطلع ونشوف، ما بس نقول انه انتصر الجيش وحقق الاصابات الهادفه وضيق الخناق تعبير عسكريه، هالاشياء هيدي انا بتحفظ. لما بتنحكى بالاعلام لازم اعلامنا يكون دقيق، لازم اعلامنا يكون موضوعي، ما نكون مثل ايام زمان يعني انتصرنا على فلان وعلى فليتان ولا اخره. بيهمني كثير انه يكون الاعلام خصوصا من مديرية التوجيه والناطق باسم الجيش اللبناني، بدنا نعرف كل شيء. بدنا نعرف المنيح، بدنا نعرف شو هو الصعب، بدنا نعرف شو هو يعني اللي منه كثير لمصلحتنا لحتى نقدر نعرف لوين رايحين. واضح هناك تنظيم ايضا على الجانب الاعلامي، ومثل ما ذكرت مديرية التوجيه او مدير التوجيه امبارح كان اعلن عن الانطلاق وتحدث انه بالتفاصيل لاحقا بموضوع العمل الميداني. لا أعود لموضوع العنوان الدولي قوية وقادرة، وهذا العنوان يشير يعني إذا بدنا نحكي عن المعارك الانتصارات هنا وهناك هو انتصار للبنان، ولكن قد يكون بطرق مختلفة. عم نحكي عن الدولة كحضور كأجهزة، والجيش هو رمز هذه الدولة. ولما الدولة بتقرر، لما بيكون في إرادة سياسية، لما بيكون في تضامن لبناني، الكل بيساعدنا. شوف شو مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية، المساعدات العربية، المساعدات الأوروبية، في إجماع إن كان من ناحية الاستخبارات أو من ناحية المعدات أو العتاد أو الطيارات الصغيرة اللي كاشفة لمواقع العدو، كل هالشيء هذا بينوجد لما بتكون في إرادة سياسية. الإرادة السياسية أهم حتى من القوة العسكرية. أكثر من هيك بقول لك، الإرادة السياسية المقرونة بالقوة الشرعية اللبنانية، يعني هذا العمل هو عمل للشرعية اللبنانية التي تحظى بموافقة مجلس الوزراء كما يقره الدستور. هيدي كلياتها تجعل من الموقف اللبناني أقوى بكتير من أي موقف آخر، من أي تنظيم آخر، حتى لو كان سلاحه يفوق قوة السلاح اللبناني. قوة الشرعية، القول أن أنت بتحكي بتقاتل باسم الجمهورية اللبنانية، هذا أقوى سلاح ممكن أن يكون بيدك، وهذا يفتك حتى بالتنظيمات مهما كانت كبيرة ومهما كانت صغيرة. هلأ انطلاقا من هون كمان في شيء ملفت تاني اليوم. تفضل. اليوم إذا طلعنا بالخريطة كلها بالشرق الأوسط بنشوف إنه بالعراق، بسوريا، بلبنان، في خلطة جديدة. الخلطة الجديدة قد تكون وليدة التفاهم روسي أمريكي لحتى نخلص بقى من داعش. أنا كان السؤال ما الذي تغير حتى هذا الذي يجري اليوم؟ صحيح في تحالف دولي، ولكن هناك عمل ميداني وخطوات تنفيذية لمقاتلة هذا التنظيم. يعني نحن طلعنا من حقبة
حكم إدارة الرئيس أوباما بالولايات المتحدة الأمريكية. طلعنا من استراتيجية خربط للشرق الأوسط بدون ما أنه نعرف لوين رايحين، طلعنا من تفتيت القوى في المنطقة، طلعنا من فكرة أنه نحن ما رح نتدخل، دخلنا في مرحلة جديدة وهي أنه نحن نؤازر القوى المسلحة المحلية لحتى هي تقدر بمساعدتنا نحن يعني تدحر يعني جيوش مثل جيش داعش والنصرة وخلافه بالعراق بسوريا بلبنان. هيدا الشيء اللي واضح اليوم على الأرض. وبالتالي السؤال هو التالي، على شو اتفقوا الأمريكان والروس؟ هل بس انه نحن نتخلص من داعش وبعدين بنشوف؟ هل اتفقوا مثلا انه نحن بدنا نوضع حد للتمدد الايراني والمعركة اللي عم بتصير بالحسكي والمعركة اللي عم بتصير بالعراق ممكن تقطع الطريق لهالاوتوستراد اللي كان عم بيحكوا عنه بين طهران والضاحية؟ يعني بدنا نشوف شو بده يصير بعدين. نعم. وبالتالي أنا شخصيا لما بيقول الغرب وبتقول الولايات المتحدة الأمريكية وبتقول روسيا معها أنه النظام بسوريا اليوم ما في بديل منه لازم يبقى، أنا بسأل شو الثمن؟ ولماذا لا نستدرج هذا المنطق ليكون في مصلحة ثمن يصب في خانة المصالح اللبنانية؟ من أي ناحية؟ يعني نحن اليوم إذا مطلوب من لبنان أنه يرجع يهادن ويجعل لحدوده مع سوريا حدود آمنة ويرجع للعلاقات التجارية والاقتصادية يعني منحة جديد، نعم، وهيدي إلى مصلحة فيها الاقتصادات والمصالح اللبنانية، لأنه ما عندنا نحن مدخل إلى الدول العربية إلا من المنفذ السوري يعني بالنتيجة. إذا هالشي كان مطلوب لازم يكون واضح، لازم نعرف حالنا يا مع يا ضد وناخد خياراتنا بهالاتجاه. إذا كان الاتجاه الجديد هو مخفي حتى اليوم ونحن عم نحكي عن تنسيق بين رئيس الجمهورية وحزب الله وسوريا بأكيد يعني تنسيق من القوى الحاكمة اليوم بلبنان، بدنا نعرف، مش انه بعدين يقولوا لنا ناخذ قرار وما بناخذ قرار مجلس الوزراء، يعني بدنا نعرف على المضبوط لوين رايحين. اذا هذا النظام هو باقي بمؤازرة من الدول الغربية ومن روسيا ومن ايران ومن اسرائيل وإلى آخره، بدنا نعرف يا في إعادة خلط أوراق يا أما كل واحد يأخذ موقف في لبنان حتى ولو لفترة انتقالية وقت حكي موضوع الحدود. يعني كان في كلام عن ترسيم وأقولكم يونيفيل موجودة، ولكن بعد التحرير هو السؤال، أو بعد الانتصار إذا صح التعبير أسئلة كثيرة تطرح بعد هذا الانتصار. طبعا الجيش يهدي هذا النصر لكل اللبنانيين بغض النظر على الانتصارات التي حصلت سابقا. هلا عم بيقولوا ما في تنسيق بين لبنان وسوريا، اعلن ما في تنسيق ولا ما حتى في تنسيق مع حزب الله. نعم هذا اكيد، انا بالنسبه لي اكيد، لانه لا يجوز للشرعيه اللبنانيه ان تستاذن اي قوه اخرى او اي دوله اخرى لحتى يعني تحرر اراضيها. وبين هلالين بطرح السؤال هون، ليه انتظرنا كل هالمده؟ ليش نطرنا سنوات قبل ما تقرر السلطة السياسية في لبنان أن تستعيد تلك الجرود؟ ليش انتظرنا الفجر التالي؟ يعني ليه انتظرنا هالشيء؟ هل صحيح أنه مثل ما بيقول الرئيس ميشيل سليمان ما كان في سلطة سياسية لأنه كانت رئاسة الجمهورية فارغة؟ ما بعرف، بس على كل حال هذا السؤال يطرح نفسه. في كتير كانت من القضايا يعني لا تركب السلطة، نعم، حتى خلصنا قانون الانتخاب يمكن لحتى هذه السلطة ركبت ولو أو في ظروف شو دخل قانون الانتخابات بتحرير البلاد؟
يعني تحرير البلاد هي أهم بكثير من قانون الانتخابات. نعم. يعني يمكن ما كان في قرار مركزي؟ لا ما بعد. أنا السؤال عم بطرح يعني. نعم. إنه ليه انتظرنا هالقد؟ طيب انتظر ما كان معنا خبر؟ ما كان في يعني أقمار اصطناعية ممكن إنها تعطي يعني معلومات للاستخبارات اللبنانية؟ نعم. يعني بدي ارجع شوي للعنوان، انه قالت المستقبل انه هذا يبين الخيط الابيض من الاسود على خارطه الميدان، انه بابعاده العسكريه الوطنيه من خلال التاكيد القاطع لكل تشكيك وتضليل وتاويل الذي جاء جهارا ونهارا، انه الجيش قادر، وهذه هي القوه وسلطه الدوله والشرعيه. وحضرتك وما ممكن ذكرت ما ممكن يخسر. نعم. يعني هيك معركه ما ممكن تخسر لألف سبب وسبب. ما بدنا نرجع نحط نغطي السماوات بالأبوات. نعم. بس نعم. ما في شك أنه هيدي معركة رابحة بإذن الله. صحيفة الحياة تحدثت عن يعني الجيش اللبناني وأطلاق هذه المعركة، وأشارت إلى أنه حزب الله أعلن أو بادر إلى الإعلان عن إطلاق عملية وإن عدتم عدنا مع الجيش السوري لتحرير جرود القلمون الغربي من داعش انطلاقا من الأراضي السورية. وبالتالي بتكون هذه الحدود يعني تزامن بعد جرود أرسال، جرود القاع ورأس بعلبك والقلمون، تصبح هذه الحدود بعد فترة ما وانتهاء هذه الحرب نظيفة من أي متطرفين أو إرهابيين. مش هيك عم نقول أنه ما في تنسيق، ولكن من تاني ميل كمان عدم التنسيق يؤدي هنا إلى أنه داعش وقع في بين سندين، يعني بين يعني كماشي من الناحية السورية ومن الناحية اللبنانية. نعم. وهذا شيء يعني حسن جدا، لأنه بتكون يمكن القوات السورية ناطرة لحتى لبنان يبلش. نعم. مصادر عسكرية تقول لصحيفة المستقبل أنه قيادة الجيش مرتاحة للنتائج المحققة باليوم الأول من العملية، وأنه جاءت كما مخطط لها ميدانيا وعسكريا، وفي شفافية تعتمد المؤسسة العسكرية بإعلان للرأي العام كل شيء يجري على صعيد الميداني. هلا بالمقابل مثل ما حضرتك قلت بالمقدمة، شو عم تصير يعني ردات الفعل من قبل داعش؟ الشيء الواضح جدا انه اللي عم بيصير بالمخيمات بصوره خاصه مخيم عين حلوه، انا بنظري يعني هي رده فعل داعشي ايضا، انا بعتقد هيك. والمخزي بهالموضوع هذا انه لبنان يعني وكانه محكوم عليه انه ما يقدر يتدخل داخل المخيمات يعني. يعني مثل كأنه في نوع من تنازل عن السلطة والسيادة اللبنانية في كل ما يتناول حدود تلك المخيمات، بفضل أو بسبب اتفاقات مش كل اللبنانيين بيحبذوا انه تبقى قيد الوجود. بما انه ذكرت موضوع عين الحلوه مع الوزير، انه في تساؤلات عن التوقيت، وحضرتك اشرت لهذا التوقيت، حتى ربما لاشغال الجيش في مكان اخر، او ربما هو رساله مقدمه لاحقا بعد هذه المعركه لبنان يعني قد يشهد ردات فعل امنيه. في تخوف؟ هلا التخوف اكيد موجود، يعني اذا خسر بكره داعش وإذا تقهقرت كل قواه البشرية ردات الفعل متعددة. شوف شو عم بيصير لسوء الحظ بفرنسا، بإسبانيا، بفنلندا، ببريطانيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، بغيرها من الدول، يعني كل هالعناصر وبمعظمها جاي من أفريقيا الشمالية، يعني كل هالعناصر اللي عمالة تستجيب لنداءات ترمي إلى القتل وإلى التفجير وإلى إنزال أكبر عدد من الإصابات في صفوف المدنيين، وكأن يعني حرب دينية لسوء الحظ. نعم. يعني أكيد رئيس الجمهورية كما ذكرنا واكب إطلاق العملية وطلع على وزارة الدفاع، أيضا الرئيس الحريري كان له
تحية لقيادة الجيش للضباط ومواقف من كل القيادات السياسية، النائب وليد جملاط، دكتور جعجع، المفتي دريان، بطريرك الراعي، كل القيادات كان لها هذا الموقف الجامع والداعم للجيش اللبناني 100%. نعم، بس يبقى أنه هيدي معركة من معركة هامشية، هيدي معركة كبيرة يخوضها الجيش اللبناني، بدنا نكون يقظين جدا، بدنا نساندوا بكل قوانا، لازم خطابنا السياسي يكون مدروس، ما لازم أبدا أبدا حدا يشعر أنه الإجماع الوطني ممكن أنه يتأثر بطريقة أو بأخرى. ولذلك أنا بحيي هون كمان موقف فخامة الرئيس، وبالطبع موقف دولة الرئيس حريري، وموقف أكيد دكتور سمير جعجع. وبعتقد أنه خلاص لبنان الحقيقي هو بقيام جيش قوي. نعم، راح نتابع معك مع الوزير إبراهيم نجار، نتحدث عن الجانب الآخر وموضوع العسكريين المختطفين، لأن اللواء إبراهيم يتابع هذه القضية بالتزامن مع ما يجري على الجرود. ونعود إلى الداخل أيضا في بعض المواقف بعد التوقف لاستراحة أولى. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع معالي الوزير البروفيسور إبراهيم نجار. كان قبل الكلام حول التفاوض مع داعش، اتصالات كانت قليلة جدا لإطلاق العسكريين المخطوفين. اليوم معالي الوزير، يعني مش معلومات، ولكن في حال الانتصار ربما ما زالوا على قيد الحياة العسكريين، ولكن في حال التفاوض مثل ما صار قبل بجرود عرسال ولكن بطريقة مختلفة، اليوم الدولي تفاوض، يكون هذا النصر قد اكتمل برأيك؟ عودة العسكريين مع التحرير. هلأ طلب من الرأي العام ومن يعني المشاركين في الخطاب السياسي اللبناني أنه ما يعطوا تحليلات حول هذا الموضوع، صح، احتراماً لسرية المفاوضات وجدية المساعي. أنا عندي فكرتي عن الموضوع أكيد، تفضل، ولكن سألتزم إذا بتسمح لي بهال يعني التمني، وبفضل أنه ما نحكي كتير اليوم لا عن الأشياء اللي بدها تصير أو عم بتصير داخل عرسال، ولا عن قضية يعني المفاوضات بخصوص المخطوفين من الجيش اللبناني. نعم، وهذا إذا بدنا نكمل اللي قلته مع الوزير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتحدث أنه هناك مهمة يقوم بها الأمن العام مع الجيش لها طابع القدسية الوطنية. أنا عندي كل الثقة، هذه هي النقطة، أنا عندي كل الثقة باللواء عباس إبراهيم. نعم، بموضوع ما يجري من معارك إذا بدنا نقول أمنية وعلى الصعيد الداخل اللبناني، الموقف للأهالي معالي الوزير بعرسال، جرود عرسال وبعرسال، وهذا الوقوف إلى جانب الجيش رغم كل الكلام الذي قيل، جاء اليوم موقف أهالي القاع ورأس بعلبك إلى جانب الموقف السياسي كتير مهم على الأرض، طبيعي حد الجيش الناس شو لك؟ أنا هالشي بيذكرني باللي صار سنة 75 76 ومطلع 77، يعني هالنسوة والشباب والختيرية اللي كلياتهم جندوا نفسهم، فتحوا مطابخهم، فتحوا الطرقات، جندوا نفسهم لحتى يكونوا هن يعني بمؤازرة يومية وبكل دقيقة من دقائق النهار، نعم، إلى جانب هؤلاء الشباب يلي كانوا عم يبذلوا يعني الغالي والرخيص لحتى يدافعوا عن سيادة لبنان واستقلاله، نعم، وحرمة أراضيه، نعم، لحتى ما يكون لبنان مفتتا ويكون ضحية تصبح بالنتيجة فلسطين بديلة. بقى بديك الأيام كمان صار ذات الشيء وأكثر من هيك بكتير. لذلك أنا ما بنسى، وهالمشهد اللي شفناه امبارح عن هالنساء اللي عمالة ترقص هي وعم تطبخ وتحضر وتساند وتحكي هالحكي الحلو والرائع هذا، أنا هذا هالمشهد عاد يعني بذاكرتي إلى تلك الأيام، أيام البطولة
الطاهرة يلي كان فيها للحقيقة يعني معركة في سبيل وحدة التراب اللبناني. نعم. شوي بالسياسة إذا بدنا نقول، ورح نفوت أكثر بالمواضيع السياسية، ارتباطا رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين يقول أنه على لبنان، وهنا ذكرت عن مرحلة جديدة ربما في المنطقة، أن يتهيأ لمرحلة ما بعد موضوع التحرير أو الانتصار على الإرهاب بالجرود، ويجهز أوراقه لمرحلة ما بعد الحرب في سوريا، حيث أنه مش ممكن كل العالم أو الإقليم عم يجي على سوريا، نحن الأقرب أن نكون نبقى متفرجين. وهون الكلام عن غمز إذا بدنا نقول لزيارة الوزراء إلى سوريا، والكلام الذي قيل وكثير. شوف أستاذ سلمان، في مفارقة، يعني أنا بالنتيجة قد ما حكيت وطفلت على السياسة يبقى هيك بذهني بعض رواسب القانون، إذا بتسمح أني شير إلى اليوم. سوريا موضع حصار أمبارجو من قبل جامعة الدول العربية، من قبل المجموعة الأوروبية، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى مصرف لبنان يعني عليه أن يتقيد بهذا الحصار. اليوم ما فيك تحول مصاري للنظام السوري، ما فيك تبيع بضاعة للنظام السوري، ما فيك تنقل أغراض موجهة إلى حتى بالبريد إلى النظام السوري. هذا ترتيب قانوني. أنا إذا بعض الأحيان في عندي شركات بيتصلوا فيي بيقولوا لي بدنا نبيع مثلا يعني عدسات تصوير، أو بدنا نبيع إشياء مسجلات أو مكبرات للأصوات أو للحن أو للصورة للتلفزيون السوري أو للنظام السوري أو كذا من النوع. بتصل أنا مصرف لبنان بسألهم هل هالشي ممكن قانونا أو لا، بيجاوبوني لا هذا مش ممكن. طيب إذا هذا مش ممكن، زيارة وزير اقتصاد أو غيره لحتى يروح يعمل مبادلة وتبادل تجاري في الشام، هل هالشي ممكن قانونا؟ هو يعني هالمفارقة هيدي الدولة. نعم هلا بعد وزير الاقتصاد ما عاد راح، ما عاد راح، ولكن بالنتيجة ليش هون في القانون يفرض نفسه وهنيك القانون مستباح؟ يعني ما عم تاخذ الدولة اللبنانية موقف متماسك، يا اما في مخالفة للحصار يا اما نحن رفعنا الحصار، واذا رفعنا الحصار كمان يجب انه الالتباس اللي عايشين فيه يجب ان يزول، لازم نرجع مثلا لشو بده لبنان من الدول العربية، من الجامعة العربية، هل هو يقبل بقراراته او لا يقبل؟ شو هالشتى والصيف على سطح واحد؟ يعني هون كلام دكتور جعجع يمكن اللي قاله كان بمحله، انه طالعين على بلد نظامه مصير مش معروف وين، وتركين مجموعة كل الدول العربية لمكان اخر. هلا هذا صحيح بس انا ما عم بحكي عن هالشي بالتحديد، انا عم بحكي عن انه ما في تماسك بالموقف القانوني في لبنان، يا اما الشتاء يا اما الصيف، حتى ما فيك. وخصوصا اليوم اللي عم نشهده على الساحه العربيه في تطور، في بدء تطور، بلشت يعني السعوديه وقطر يفتحوا حدود ويبعثوا طيارات ويجيبوا الحجاج على نفقه جلاله الملك السعودي والى اخره، وبلشت يعني العراق تحكي كلام مختلف، مقتدى الصدر عم بيزور المملكة، عم بيزور الإمارات، عم بيزور الدول العربية السنية، خلينا نحكيها هيك. طيب نحن لوين رايحين بالعراق؟ لوين رايحين بين سوريا والعراق؟ لوين رايحين بين المملكة وقطر؟ يعني بفتكر أنا أنه السياسة الخارجية اللبنانية لازم، ما بدي أعطي متيل لحدا خصوصا ولا بفكر اعطي متيل لصديقنا الوزير جبران بسيط، ولكن في مكان ما
أين هي المصلحة اللبنانية؟ هاي لازم نشتغل عليها. نعم. علما أنه الحكومة ما عطت صفة رسمية، ما فوضت وكلفت وكمان هذا التباس للزيارة، طلعوا بصفتهم ولكن هني وزراء. أنا مني من هالرأي. هني وزراء. التباس آخر هذا. طيب الرئيس سعد الحريري دولة الرئيس بعد ما صار حكي كثير وخلطة كمان بقلب مجلس الوزراء وطلعت الأصوات سمعوها لبرا بيظهر، قال أنا بطلب شطب هالجدل كله من محضر، من محضر يعني جد من محضر مجلس أعمال مجلس الوزراء. الشطب هذا معناته لا إيه ولا لا. كمان هذا التباس صحيح، ما أجد يعني ما رخصوا، ما كلفوا، ما كلفوا، ما أذنوا، ما عطوا ضوء أخضر، ولكن بالمقابل ما حرموا. يعني هذا يعني هال المي الفاترة هيدي عم نرجع كل مرة نختراع عن جديد. طيب هذا مش طبيعي، ما هي إذا لازم الدولة اللبنانية تاخد موقف. خلصنا بقى قايمين على الالتباس والالتباس والالتباس، ساعة منسميه ميثاقية، ساعة منسميه المصلحة العليا، ساعة منسميه يعني مقتضيات الوفاق. هذا مش حكي بقى، يا اما في موقف يا اما ما في موقف. نعم. على كل حال يعني الكلام يقال انه بعده السفير موجود، والسفير موجود والعلاقات موجودة، الاتصالات موجودة، وبالتالي كثير كبرت هذه الضجة. حضرتك عم تحكي بالجانب القانوني والدستوري وهذا مهم جدا. نعم. لكن بمكان آخر صار الكلام في هذا الإطار بالسياسي، أنه هلأ بالسياسي ده غير موضوع. نعم. مش دايما أنا بقدر أقول لك شيء بالسياسي يكون يعني فعلا مجدي، لأنه ما عندنا دايما كل يعني المعطيات. اللي بيكون حاكم بذكرني كثير بهالكلام المعروف، يعني أنه روما من فوق مش مثل روما من تحت. مفاعيل هذا الامر انتهت مع الوزير؟ كان في خوف انه في اهتزاز داخل الحكومه بعد عوده الوزراء، وانه قبل ما يطلعوا انه على خلفيه هذا الامر، لانه ربما كان في خطوات لاحقه تتطور بهذا الاطار، ام لا الكل الافرقاء وتحديدا حزب الله يريد بقاء هذه الحكومه، لانه بالاخر تعرف حضرتك الدبينه لولدت هذه الحكومه. ما بفتكر انه خلصت تداعيات هذا الموضوع. ما انتهت التداعيات. ما بفتكر لا. لانه الحلفاء اللي اليوم يعني ماسكين السلطه، ما عم بحكي من جانب حزب الله انا، بس عم بحكي من تاني ميل. الحلفاء اللي وقعوا اتفاقات والى اخره، ولو لم يكن ذلك علنا، يعني في تململ، في تفرد بكثير من الاشياء، يعني بالتعيينات والتشكيلات والسياسات والمواقف والمسايرات يعني في التباس قائم. نحن عايشين على الالتباس. لا يحكم أي بلد بالنتيجة فقط على ما لا يقال وعلى الالتباس. قبل ما أحكي بالجانب الاقتصادي موضوع سلسلة الرتب والرواتب وجلسة التشريع اللي مكتمة النصابة، الالتباس يلحق بالجانب القضائي، بالجانب الإداري، بالجانب المحامين، قضية القاضي شكري صادر، وبالتالي ما قيل في هذا الإطار؟ هذا موضوع يعني قائم بذاته وواسع، واسع كثير، وأنا خصوصا أنا ما بحب أحكي عن وزراء العدل، خصوصا الوزير الحالي اللي هو صديقي. نعم. ورفقة عمر أنا وياه. صح. وكواكبني بكلية الحقوق على مدى 40 سنة، وما شفت منه إلا الوفاء والصدق والصداقة. ولذلك أنا يعني آخر شخص ممكن أن أنفض يدي من دعمه، آخر واحد. ولذلك أنا بقول لك بدون ما أكون حكيت معه بالموضوع، عندي شعور أنه يمكن كان مغلوب على أمره، لأنه الله يعينه. يعني ما تنسى اللي قالوا بمجلس الوزراء على ما نقلته الصحف. نعم. انه قالوا له طيب ليه يا عمي تقيلوا ل وزير لرئيس شكري صادر، كلمه تقيلوا يمكن مش دقيقه هون. نعم. بس ليه عم تنقلوه؟ طيب قال له كل الوزراء اللي هون
باب الدنيا. وكأنه هذا المنطق يقول انه اللي بيمثله الرئيس بري يعني باب الدنيا، واللي بيمثله الرئيس الحريري باب الدنيا، واللي بيمثله التيار الوطني الحر باب الدنيا. وكأنه هناك كان في جبهة من المتضررين من شكري صادر. تمام كيف؟ أنا بعرف إنه وزير العدل صعب عليه كتير إنه يقوم بهيك خطوة. هلا صارت بالماضي ثلاث مرات. نعم. ولكن هيدي منا من شيم أي وزير إنه يروح على مجلس الوزراء حتى ينقل رئيس مجلس الشورى أو غيره يعني. نعم. ولكن أنا بعتقد أنه حتى يعمل هالشي الوزير الريساتي معناته عنده كان معطيات وعنده أسباب وفي توافق سياسي على هذا الموضوع. لما بيتفقوا السياسيين أصلا قانونا كيف تعين رئيس مجلس الشورى؟ أنا عينته، ولكن صدر هالشي بمرسوم طبعا اتخذ في مجلس الوزراء. انتبهت كيف؟ وبالتالي موازاة الأشكال مثل ما أنه تعين بمجلس الوزراء كمان يخرج في مجلس الوزراء، لكن في يطعن. نعم. لو ما طلب إنهاء خدماته. نعم. كان ممكن يطعن. هلا عم نحكي عن القضاء ولكن بكل الإدارات. هلا إذا بتسمح لي هون، ولكن أنا من متى ما قلت هالشيء عن صديقنا الوزير جريساتي اللي أنا برجع بقول لك كن له كل صداقة وكل احترام. نعم. وكل وفا كمان مثل ما هو بيبادلني هالشيء. ما بنسى أنا أنه شكري صادر رجل جريء، رجل يعني قبل أنه يزعل كتار. أيوة. بمواقف قانونية إدارية، لأنه مهمته بالنتيجة. نعم. هو محاكمة الإدارة. شو مجلس الشورى؟ طبعا مجلس الشورى مهمته أن ينظر في كل الإشكالات والدعاوى الموجهة ضد الإدارة. نعم. فإذا بدنا نقول دائما للإدارة نعم أمان مثل المي بنزول، لشو مجلس الشورى؟ لذلك أنا بدون ما أني أعطي فكرة أنه أنا هذا صديقي وهذا صديقي، وهذا صحيح أنه اثنيناتهم أصدقائي. نعم. ولكن بدون ما أني أعطي هالفكرة هذه بقول لك أنا يمكن المواقف اللي أخذها القاضي شكري صادر في مجلس الشورى الدولي برئاسته يعني كانت شجاعة وطالت الاتفاق السياسي، وجعلت هناك تشكيل جبهة من المتضررين من شكري صادر. رئيس الجمهورية يوقع قريبا، الوقت عم بدهمنا على سلسلة الرتب والرواتب بعد التعديلات وموضوع الضرائب، ولكن الجلسة الثانية غابوا النواب، ما اكتمل النصاب، الرئيس بري داعي لجلسة الأسبوع المقبل. وحضرتك بالعمل التشريعي والقانوني يعني هذا حق النواب، قال لهم حق يطيروا النصاب، هذا شيء ما حدا بيقدر يلومهم على هالموضوع. مجلس النواب سيد نفسه والنائب سيد نفسه يعني. طيب. النتيجة هلا صحيح بيقولوا لك بدنا نخلص، صحيح يعني بيقولوا لك أدبيا سياسيا كان لازم ولكن إذا بتسمح لي هون بشكل عابر أقول لك إنه اللي صار مؤخرا بمجلس النواب ملفت. يعني أقروا السلسلة، أقروا ضرائب، وإن شاء الله بكرة بدهم يعيدوا النظر ببعض تلك الضرائب، خصوصا قصة ازدواجية الضريبة وصندوق التعادل والقضاة وبعض الأمور الأخرى المهن الحرة. ولكن كمان صدر قانون مهم جدا، هو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نعم. اللي نحن بوزارة العدل سنة 2009 و2010 حضرنا له بشكل كثيف جدا. نعم. وعدنا النظر بالمشروع الأول اللي كان، وبارح الرئيس حريري أشاد بهذا الإنجاز. نعم. وهذا كتير مهم، لأنه لما الدولة ما بتقدر تنفذ مشروع فيها هي تتشارك مع القطاع الخاص، تفتح له المجال حتى هو يمول وهو ينفذ وهو يسهر على تسيير هذا المشروع، ولكن بالمقابل تبقى الدولة تتيح المجال أمام المنفذ أو المشارك أنه يستوفي العائدات بالاتفاق مع الدولة وبنسبة
مئوية عائدة للفريقين. لذلك هذا إنجاز كبير كتير. مشان المي، مشان الكهرباء، مشان المرافق، مشان الطرقات، مشان 50 مشروع ممكن أنه يحتاج لبنان. حيا الرئيس حريري هذا الموضوع، معه حق، لأنه كل رجال الاقتصاد بيعرفوا أنه البنوك مثلا يلي هي جاثمة على كمية هائلة من ميات المليارات من الدولارات اللي هي جامدة مفروض تشغلها وتدفش فيها حتى عجلة الاقتصاد تمشي. كل اللي عم بيصير بلبنان اليوم ماشي الحال، ولكن في شيء أساسي ما عم بيصير، هو إنه الإنماء وإعادة يعني دفع وتيرة هذا دورة الاقتصاد ما عاد عم بتصير، بعد ما عم بتصير. هلا الكلام اليوم الورشة التشريعية، الورشة الحكومية، رئيس الجمهورية حكي عن مشروع أو استراتيجية اقتصادية، واللجنة اجتمعت مع الرئيس الحريري لإعادة هذا النهوض، ولكن بعده هذا الكلام مبهم يا أستاذنا الكريم. اليوم نحن ناطرين أفعال، ناطرين أنه النمو الاقتصادي يرجع لما كان عليه سنة 2009 و2010 و2011. قارب ساعتها يومتها قارب 9%. يعني شيء مش معقول. اليوم بتطلع عشرات مئات آلاف الوحدات السكنية ما عم بيصير فيها لا شراء، القدرة ولا استئجار ولا تشغيل. ما في شيء. لذلك نحن ناطرين، وان شاء الله ما تكون هالمعارك اللي عم بتصير بجرود القاع تاخذ، ما تكون عائق في سبيل هذا الشيء. ان شاء الله تخلص المعارك على بكير. وان شاء الله ترجع عجلة النمو الاقتصادي الى ما كانت عليه. راح نتابع معك معالي الوزير القسم الاخير من كلام بيروت بعد هذه الاستراحة. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع معالي وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار. في خبر اليوم أنه وحضرتك أشرت إلى موضوع المرحلة في هذه المنطقة العربية تحديدا، مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين جابر الأنصاري في بيروت غدا، لقاء مع رئيس الجمهورية، الرئيس بري، وزير الخارجية، قيادات في حزب الله، البحث تطورات الوضع في لبنان وسوريا، وكنا عم نحكي عما يجري في هذه المنطقة العربية إذا صح التعبير. وفي كلام أيضا في زيارة لرئيس الجمهورية إلى طهران بعد الزيارات التي قام بها إلى السعودية ومصر وغيرها من الدول. أنا بعتقد أنه أي زيارة من قبل رئيس الجمهورية لأي دولة معنية بشؤون الشرق الأوسط يعني يجب أن نرحب بها. وطهران لاعب أساسي في هذه المنطقة، وما بفتكر انه رئيس الجمهورية ممكن انه يتنازل عن كل مقومات السيادة اللبنانية وعزة لبنان. هذا كان قائد جيش وعمل معارك وكان وراء مقررات من مجلس الشيوخ الامريكي يعني تتعلق بسيادة لبنان وتحرير اراضيه. وبالتالي هو يعني محاور سيد نفسه، ولكن ناطق بشرف كل اللبنانيين. عسى أن يكون هناك الناطق بما يتلائم مع عزة الشرعية اللبنانية وضرورة استقواء الشرعية اللبنانية بالنسبة لكل التنظيمات التي حشرت نفسها في جغرافيا العسكرية اللبنانية. كنت حكيت عن العراق أيضا يعني، واليوم في كلام لاستعداد للمرحلة الثانية بموضوع تحرير طلعفر، هي آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي. بدأنا هذه الحلقة بموضوع ما يجري، ما الذي تغير لمقاتلة هذا التنظيم. أيضا العراق حقق في هذا الإطار الإنجاز بالموصل، وهناك متابعة اليوم خلافا لما كانت عليه الامور ايام الرئيس اوباما. برجع بكرر لك،
اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عم تتدخل عند يعني جامعات عمال يدربوا، عم بيساندوا، عم بيعطوا معلومات في العراق، في سوريا، في لبنان. وفي نظرة جديدة للشرق الأوسط، ومش وارد انه تكون يعني ايران هي الدولة المهيمنة على هذه المنطقة من العالم. هلا في ترتيبات موضعية مؤقتة مثل ما حضرتك قلت ديك الساعة، هيدي لا بأس، بس السياسة هي مصالح دائمة وترتيبات مؤقتة. اليوم نحن لازم نواكب كل هالمعطى الجديد لحتى نعرف شو هي مصلحة لبنان مرة أخرى، تنرسم للبنان سياسي. اليوم لبنان ما عنده سياسي، اليوم لبنان ضربي على الحافر، ضربي على المسمار، من ساعة منروح على طهران، ساعة منروح على سوريا، ساعة مننسى العراق، ساعة ناخد سلاحنا الأمريكان، ساعة منقول لا نحن ما أخذنا سلاح كامل من الأمريكان. يعني شيء وضده. برجع بقول الالتباس لا يمكن أن تبنى عليه الدولة، ما ممكن. لبنان لازم يختار طريق. سلاح لبنان منه كلاشينكوف ولا سلاح روسي، سلاح أمريكاني وفرنساوي. ما نضحك بعضنا، ما نضحك بعضنا. سلاح حزب الله منه أمريكاني ومنه روسي، يعني بمعظمه من طهران. لذلك عم بقول انا انه يعني لازم يكون في فكر سياسي واضح لحتى نبني عليه المستقبل. ولازم بالاضافه لهالشيء، متى ما يعني اعطينا فكره عن السياسه الخارجيه اللي لازم انه تكون يعني تتصف بها يعني كل خطوات الدولة اللبنانية، بالمقابل في الداخل اللبناني ما لازم ننسى انه نحن اليوم امام موضع امام مواضيع مثل الزبالة اللي ما بقى تنحل، موضوع الكهرباء، الفساد، المواصلات، كل هالاشياء اللي لسوء الحظ ما عم نقدر نلاقي حل لها. ما بنسى انا انه ايام الوزير جورج فريم الله يرحمه بيطلب من الرئيس الحريري بيقول له اعطيني 300 مليون دولار تا انا حل لك ازمه الكهرباء كلياتها بالمعامل خلال 3 سنوات. لك من ايمتى؟ نعم؟ ايه وقت من هالوقت كانت اكتملت المعامل. ابعوا لحتى يجيبوا من اطاح يومها بكل التخطيط لتجديد كهرباء لبنان. هو المطلوب القرار، المطلوب اليوم قرار بالداخل وعلى صعيد، بدك تجيب ناس ناجحين بحياتهم الخاصة وبأعمالهم وتكلفهم انه هذا قطاع بينقصوا مبادرة، مبادرة حلول تنفيذ، تفضل يلا. هيك بيشتغلوا. بدنا نجيب الناجحين، ما بدنا نسقط الناجحين، بدنا نجيب القبضيات، ما بدنا نخاف منهم. هذا لبنان. وأنا بهالكلام بدي أختم معك معالي الوزير بروفيسور إبراهيم نجار، شكرا جزيلا جدا على وجودك معنا اليوم بكلام بيروت. هذا شرف لي. أهلا وسهلا فيك. أشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.